تقريبا باذن الله تمت تجهيز كل الاشياء الاساسيه، بقي الاشياء اللمسات البسيطه، الطاقم الطبي جاهز، الاجهزه والمعدات المتوفره، كل شيء ان شاء الله خلال حد اعلى اسبوع الى 10 ايام يكون قد افتتح. نشكر كل من دعمنا في هذا المحجر الذي قدم لنا العون، نشكر وزاره الصحه مثلا بالاستاذ عبد الرغيب محرز الذي قدم لنا كان البادره الاولى في دعم المحجر، نشكر الشركة الوطنية للإسمنت على ما قدمته من دعم سخي في هذا الظرف الحرج اللي كنا فيه أمس الحاجة إليه، فلولا دعمهم لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. نشكر مؤسسة روابي الخير روابي رفان على ما قدمت له من دعم، نشكر المجلس الانتقالي قدم لنا الاستلزامات الطبية والمعدات واللباس، نشكر الأستاذ المحامي رمز الشعيري على ما تواصل معنا في وصول هذا الدعم، نشكر الأخ الشخصية الاجتماعية علي المطري قدم لنا دعم نقدي، نشكر مدراء مديريات الرفان، مدراء مكاتب الصحة، رؤساء المجالس المحلية في مديريات الرفان كامل على ما وقوفهم معنا من أول وهلة ومبادراتهم المادية والعينية لتجهيز المحجر، وكانوا هم اللبنة الأولى لتأسيس هذا المحجر. في الأخير ندعو دعوة عامة لأهلنا في رفان في يافع وفي سمير أن المحجر سيستقبل كل مرضى الكورونا إن شاء الله، ويقدم لهم خدمات يعني في أعلى جودة وبدون تكلفة، وتقدم لهم كل الإمكانيات إن شاء الله. نسخر جهودنا وجهود الداعمين وجهود المحجر كامل في خدمة المريض هذا بإذن الله. شكرا. نقدم الشكر للأخ الغايب مختار النوبي قائد اللواء الخامس دعم الأسنان على كل ما بذل معنا في تجهيز المحجر ووقوفه من أول يوم ومتابعة الحديثة خطوة بخطوة لإنجاز العمل العظيم.